محمد معايا؟ نعم معك نور الدين. اسمح لي اسمح لي نور الدين. مزيان. شوف ما تخافش انا موجد ذبيحه اخرى غنعاودو نسميوك ونذبحو اسيدي ونعرضو لعباد الله. ما تخافش بارك الله فيك. شكرا محمد خويا. اليوم اتصلتي بينا كاين شي حاجه تعاود لخوك فهاد الساعه الاولى؟ كاين عاود لكم واحد النكيته. ودابا انت ركين دابا انت. شوف انت انا نصفق عليك. برافو. ناس بوزيتيف والسيد كيتسنى قال لك الناس قدامه ثلاثه كيخويو هو الرابع وراش قالي وغير اربعه قدامي اربعه وانا الخامس. انت هو الخامس في الطريق ان شاء الله. حنا قدامي حنا فاسميتو البيطون مواد الفينا. اييه برافو عليك المعلم برافو عليك. ولكن شوف عرفتي شنو شي واحد شاد النوبه وكيشوف بان ما غيسيت 12 الليل ويعاود كنوك تعرف هذا السيد راه بشي شكل هذا ما فهمتش انا. واحد اخر خاصو دابا ثلاثه واحد مشى. ايوا شتي انا غادي معك تبقى معايا تبقى توصل نوبتك اسيدي كي جيتك فهاد ان شاء الله ان شاء الله. اذا سيادنا هذا خويا نور الدين غيعاودنا واحد النكيته ومن وراها عاد ترجعوا مع الحبيب. اسمع تفضل السي نور الدين وخذ راحتك. قال لك هذا واحد الراجل مزوج بثلاثة د العيالات كنتمنى ان شاء الله البنيات اللي كيسمعوا لينا يتزوجوا كاملين. هي انت بغيت امين بغيت تشري صداع لكل شيء تزيد. لا لا كنتمنى يقولوا امين ان شاء الله. امين يا ربي. امين زيد. القلوب طيبه القلوب طيبه. زيد. قال لك اسيدي تزوج بثلاثة د العيالات كاين الشلحان تاعنا كاين الفاسيه وكاين الدكاليه. واحد النهار جالس مع صاحبه في القهوه قال لي وداش غنقول لك انا مزوج بثلاثه د العيالات كاع هلكوني بالماكله ديالهم. قال لي كندخل للدار تلقى القربه لا عندي نايضه في الدار. قال لي بغيت نطلق ما عرفتش نطلق كاع زوينات كاع ظريفات. قال لي صاحبه غدخل للدار اللي مصابه لك الغدا مزيان غتخليها اللي ما مصابه لك الغدا مزيان غتسيرتها بحالها. قال لي مرحبا ويمشي للدار ويدخل للدار ما يتلاقى غير مع الشلحه. قال لي مصابه لك الغدا. قال لي مصاب عليك الحوت كواري وكنتسنى بك الحب بينو ديالي. قال لي سير دايزه ويدخل عند الفاسيه. قال لي مصاب عليها في الغداء. قالت لي مصاب عليك المراه بالزبيب وكنتسنى بك الحبيب. قال لي سير دايزه ويدخل عند الدكاليه. قال لي مصاب عليها في الغداء. قالت لي مصاب عليك بصرب الفول وكنتسنى بك وجه الغول. قال لي واتبعني امك عند العدون واحترامتي لك تاع الدكاله. انا ردين صحة 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 سي نور الدين خويا نور الدين وسي الله يفرحك اخويا في هذا النهار. قول امين. وبلاتي بلاتي ما تقطعش طفي الراديو بعدا باش ما نقطعش طفي الراديو. انا بعدت والحاج والحاج خلاص عيشوا معنا المغاربه عيشوا معنا المغاربه عيشوا معنا التحيات كيفاش داير. اجي تشوف اجي تسمع اجي تسمع خويا. نعم بلاتي قول بشويه الخط غادي يدوز ليا واحد الاغنيه التمازيغ ديال سميتهم عمر بوطن الزوق الله يرحمه. ان شاء الله يا مولاي سامحي يعني. سامحي يا اما جميجي عمر تمزوغت عمر بوت مزوغت قال لك عمر بوت مزوغت باش نترجموها لكم بشلحه عمر بلودن بلودنين بلودنين معايا سلم عليه سميتو تا هو سميتو لا غندوز لك عندك واحد السيد الله يعمر هضر ارا اش غنقول لك ودير شي فور عندنا في الشركه شي فور ترانسفورمر هذا اللي كيتحول لك سلام سي الو ها هو غندوز لك الحاج وهكا هو يقولها لك اسمي الحاج الو السلام عليكم الحاج سلام ورحمة الله لاباس عليك كلشي مزيان الحمد لله الله يحفظك المغاربة كاملين كيسلموا عليك انت دابا راك في الراديو على المباشر راه كنا كنصنطوا لك السي الحاج اش من الراديو هذا هذه شادة اف ام اسيدي هذا شادة اف ام شادة اف ام وتنشكركم وتنشكروا الله يكبر بيك تنشكروا دوك الناس جاول سميتو جاول التقنيين ديالنا والاذاعة وكلشي الله يحفظك بخير وعلى خير الله يطول لي الله يطول لي عمرك حبيبي الله يحفظك. وقول لي قال لك عمر بوت مزوغت راه ما كايناش قول لي عطينا شي اختيار اي غنائي اخر لا بوت مزوغت قال لك ما كاينش عطينا غير شي اغاني كما كان سير على الله صافي غندير لكم وداد السائقين كنسمعوا على جميع السائقين ديال المغرب اللي في البلاد ولا اللي خارج المغرب يا سلام وشكرا لك وتحيه لكم له لا يخطيكم الشوافريه كما قال لكم الحاج وكما قال لكم نور الدين الشوافريه اللي في البلاد الداخل واللي خارج البلاد يا معلم.